يقول أنا مؤمن على سيارتي لدى شركة تأمين، وأدفع قسطا سنويا، وتمر السنة ولا يحدث لي أي خسارة أو أضرار، لكني عندما أدفع هذا القسط أنوي في نفسي بذلك المبلغ مساعدة لأناس آخرين متقدمين لهذه الشركة. ما حكم عملي هذا وما حكم التأمين على الحياة؟ تأمين لا يجوز بجميع أنواعه، لا على الحياة ولا على السيارة ولا على أي شيء. تأمين حرام لأنه أكل أموال الناس بالباطل. وأن تقول أني أمن أنوي الصدقة على المحتاجين، يا أخي لا بغيت تصدق على المحتاجين ما يحتاج تروح للتأمين، ادفعها للمحتاجين مباشرة أو ادفعها لجمعيات الخيرية وهم ينوبون عنك في إعطائها للمحتاجين. ما حاجة أنك تروح تدخلها في الحرام وفي الربا وفي